اكسيون. البناي رشيد الاب ديال مريم البناي لاعبه ديال المنتخب الوطني للرماية بالميدان. هاد الرياضه بدات في 2012، كانت هذيك الساعه باقا عدا سنين كتشوفنا كلنا كنمارسوا الرياضه، حنا كنمارسنا الرياضه. 2012 كنت بطل المغرب، وكانت الوالده ديالها 2012 هي بدات كتشارك. بالنسبه للبنيه دابا عندها واحد لوبجيكتيف، كتحاول تركز باش توصل ان شاء الله لواحد الهدف اللي هو هدف كيبان ليا ديال جميع الرياضيين، هو التاهل الاولمبياد ان شاء الله. الحاجز الوحيد اللي كاين هو ديال المعدات، لان المعدات باهظه الثمن وقليله في المغرب، خاص لا بغى الواحد ياخذ واحد القوس خاصو يجيبو من برا. الرياضه جزء لا يتجزأ من الحياه اليوميه، العقل السليم الجسم السليم، اي بنت خاصها تمارس الرياضه كيف ما كان نوعها. مريم نبغي نقول لها بانك خاصك تكملي في هذه الرياضه ديالك وتواصلي وتجتهدي اكثر، اي واحد رسم هدف كيوصل ليه.